أستاذ جان، انطلاقا من إعادة تحريك عجلات الخماسية وجان إيف لودريان والملف الرئاسي، كل هذه الأمور كيف تقرأ التطورات المرتقبة؟ خلينا نبلش نقول ما في موعد محدد للخماسية، كان الكلام انه اوائل شباط، ومن بعدها بيجي لودريان على بيروت لمحاولة هذا الفصل بين العسكري والرئاسي، هذا العنوان اللي مطروح. المستجد هو الهمس اللي عم بيطلع باخر 48 ساعة عن امكانية دخول هوكشتاين على خط الخماسية، شيء اللي بعده مستبعد خاصة وانه بيرتب نتائج كثيرة. واضح انه الخماسيه مش مؤهله لها، هوكشتاين مفد رئاسي بينما الخماسيه مطروح اجتماع على مستوى السفراء والمستشارين، فهذا الامر لم يتاكد. بكل الاحوال الخماسيه عم بتقول انه جايين رح يعقدوا الاجتماع، وبطلب من السعوديه تستضيفوا المملكه للاجتماع، وهذا مؤشر بحد ذاته لهالحراك السعودي الجديد. اثنين بدهم يجوا على بيروت تيقولوا نقطتين، النقطه الاولى وهم ربط الرئاسي بغزة، هذا مؤذي جدا للبنان لأنه غزة ممكن تطول. اثنين، حتى أي تطور بيصير من بعد غزة بموضوع الجنوب هو بحاجة إلى مؤسسات دستورية موجودة. طب ما بدكم رئيس إذا صار في تفاوض، ما بدكم حكومة دستورية، ما بدكم مجلس نواب قادر يجتمع، وبالتالي أنتم ملزمين بإنتاج رئيس. النقطة الثانية اللي بنقولوها وهي بتتقاطع مع الحراك اللي ممكن يبلش فيه رئيس المجلس، انه انت يا دولة الرئيس بدري وعدتنا بجهوزيتك لفتح المجلس والدعوه، تفضل الخماسيه انجزت الخطوه المطلوبه منها، خلينا نروح على جلسه. هن بيعرفوا انه هيدي العمليه منا تلقائيه، بس مثل كانه حابين يحرجوا اللبنانيين لدفعهم اكثر. الحسابات السعوديه بتروح ابعد. السعوديين مظبوط انه في محاولة تفعيل لحراكهم، بس هذا التفعيل منطلق من شو؟ منطلق من خشية، من قلق له معطياته الملموسة، انه طهران من بعد غزة تروح على محاولة لزعزعة استقرار بعض الدول العربية استنادا الى تحالفها مع هبة الاخوان، الهبة الاخوانية الجديدة المنبعثة من حرب غزة. وبهالسياق في أربع عواصم بيعتبروها أنه مستهدفة أكثر من غيرها بأي إمكانية زعزعة عبر الحراك الإخواني، اللي هي المملكة طبعا، الإمارات، مصر، والأردن. واللي عم بيصير بالأردن منه هين، وخاصة أنه عم بيزيد الضغط عليه من الحدود السورية. مشان هيك السعودية حد لبنان يلي كثير بهمها وحركتها باتجاه دار الافتاء كذلك الامر، هي جزء من محاوله فكفكه، محاوله خلق ربيع ايراني اخواني من بعد غزه، لمحاوله امتصاص هذه المحاولات فيما لو حصلت، وتامين استقرار لكل مفهوم الدوله الوطنيه بهذه الدول، خاصه انه بلشنا نسمع حكي بالمقلب الاخر اليوم بموقع اساس في كلام خطير جدا بهذا المجال، انه لا، هناك مشروع سياسي جديد للمنطقه يقلب كل هذه الانظمه. فمنشان هيك في محاوله لاعاده انتاج استقرار لبناني. هل بتنجح؟ بضل علامه استفهام مرتبطه بجنون نتنياهو من ميل، وشلل اللبنانيين من ميل، وحزب الله وما يقوم به بين اثنين.